يبقى هذا اللعاب مهم جدا. اللعاب ده طبعا في قضايا الاغتصاب من اهم الحاجات دي اللي بنشوفها. احسن حاجه بالنسبه لنا طبعا بتبقى اثار العضه اللي هي في البتاع او دي او بتبقى حوالين حلبة الثدي والكلام ده، دي بتبقى فيها لعاب مهم جدا جدا ان احنا ندور عليه. وبالذات يعني لو جات لك واحده قالت لك انا تعرضت لحاله اغتصاب، لازم تعرضيها بسرعه على اسرع مكان يعني قدر الامكان تخطي الشرطه وتطلعي على النيابه على طول، عشان العنصر الوقت مهم جدا، لان لازم تطلع على الطب الشرعي بسرعه عشان اللعاب ده لو كان في الصيف وفي عرق شديد جدا بيخف تركيز اللعاب. اللعاب العرق الشديد في الصيف ممكن يقلل تركيز اللعاب، فاحنا عايزين بقدر الامكان ناخد اللعاب عشان نحدد شخصيه الجاني بسرعه من خلال ايه؟ الدين. طبعا لو جه شويه ميه عليه بالسلامه يعني، ففي طبعا مهم جدا ان احنا ايه؟ نقول للمجنى عليها قواعد عامه في جرائم الاغتصاب. المجني عليها ما حدش يخليها تسرح شعرها ابدا ولا تحاول تحط ايديها على شعرها. ليه؟ عشان لو في شعر جت من شعر الجاني عليها تفضل موجوده لغايه لما الطب الشرعي يجيبها. لو ما تخشش الحمام الا اذا حست ان المثانه بتاعتها هتنفجر. ولو دخلت الحمام ما تتشطفش بميه نهائي، عشان ممكن لو في اي الياف في اي جلد من جلد الجاني تحت ضوافرها ما تطلعش. وكمان الميه ما تاثرش على ايه؟ لو شطفت بميه هتاثر على السائل المنوي الموجود في الفرج. فحاجات مهمه جدا جدا في توقع لو جات لك واحده في قضيه او جالك واحده في قضيه اغتصاب عشان تحافظ على الادله الماديه بتاعتها. فخلي بالنا من الكلام ده. دي مظاهر اهي بتاعت الاغتصاب، بتبقى المجني عليها عايزه تقف رجليها والجاني عايز يفتح رجليها، فتلاقي بيفتح رجليها بالقوه، فتلاقي الصوابع بتاعته علمت بالمنظر اللي انت شايفه.